السلام عليكم يا معلم رجائي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا ايوب؟ ما جيتش امبارح تاخد حصتك ليه؟ معلش كان عندي ظروف حصلت لي كده، بس ان شاء الله ربنا يعدلها. هي حنة اختك النهاردة؟ معلم، عقبال عيالك ان شاء الله. طب خد لك حصة زيادة النهاردة وربنا يكرمك فيها. كتر خيرك يا معلم. استأذنك اغير هدومي جوه بس. خش اتفضل يا حبيبي. اتفضل. ألف مبروك يا خالت. الله يبارك فيك. أنت ابن سنية؟ أيوه يا خالت. سلمي عليها، ربنا يخليك ويسعدك. إلهي ربنا يبارك لكم يا رب، ربنا يسعد أيامكم، ربنا يخليكم يا ولاد. ما شاء الله، في العربية جت بدري يا أم. الحمد لله الحمد لله. رحت اطمنت على رغدة ولا لا؟ رحت اطمنت عليها، الحمد لله بقت كويسة. الحمد لله، بركة يا رب. بقول لك إيه، عشان خاطري وحياة ابنك اللي ما شافش النور، ما تزعل اختك، خلي الليله تعدي على خير يا حبيبي. والله اعتذرت لي، وكانت هتموت نفسها كمان من العياط. اعتذرت لك يا ماما؟ والله يا ابني اعتذرت لي، والحمد لله جت سليمه. حاضر يا ماما. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا ابني. ما تقومي يا اختي. مبروك. زغراتي. يخليك لي يا اخويا. انت اللي قلتي عليها زغرته، زغرته حلوه. ما تزغرتوش ليه؟ مش سامعه صوتكم ليه؟ الله 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 الله، في ايه؟ تلاقيها عشان السماعات والدي جي. خير يا فندم، معاك منصور عبد الباري المحامي. فين اللي اسمه ايوب؟ انا يا باشا ايوب. هاتوه. ليه يا باشا؟ يلا. ليه يا باشا؟ وعامل ايه؟ طيب في ايه يا فندم؟ في ايه؟ حاضر كلنا. طيب يا باشا، طيب ليه يا باشا؟ مفيش كلام. انا عملت ايه يا منصور؟ في ايه يا امي؟ ابي عمل ايه يا بنتي؟ يا بابا ابي طبعا عشان نفهم. طيب اعمل على السماعات وزين ابي عمل. هنعرف دلوقتي. ما تنسى قدامي يا اخي، ما دام انت عارف. اهدي يا امي، اهدي يا امي، اهدي يا امي. مش عارفه يا عمل ايه يا منصور؟ بس اعمل لك حاجه بدل ما انت واقف. اهدي يا امي، اهدي يا امي، اهدي يا امي. طيب يا نهار اسود علينا، اهدي يا امي، اهدي يا امي. يا نهار ابيض، الحقونا يا جماعه، حد يلحقنا. طيب